الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الكلام في هذه الحلقة عن البركة، فنبدأ من التعريف بتاعه. البركة في اللغة هي مأخوذة من البركة، وهي مجمع الماء. وفي تعريف الشريعة الإسلامية، البركة هي كثرة الخير وثبوته، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول البركة المعلومة بالشرع، يعني التي دل عليها الدليل من القرآن والسنة. النوع الثاني البركة المعلومة بالحس، يعني مشاهدة مثل التعليم يستفيد منه الناس. النوع الثالث البركة الموهومة الباطلة، ودي بتكون عند الصوفية البيجاي ذل. فدارين نقيف مع النوع الأول من هذه الأنواع اللي هي البركة المعلومة بالشرع، يعني التي دل عليها الدليل من القرآن والسنة، وهي كثيرة. منها نمرة واحد القرآن الكريم، فيه بركة. ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن فيه بركة. الحرف الواحد به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وربنا بضاعف ليك إنت بغير حساب. روى الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. القرآن الكريم فيه بركة. وجوا القرآن سورة البقرة فيها بركة. روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فالقرآن الكريم فيه بركة، وخاصة سورة البقرة. القرآن الكريم نحن نقرأه القراءة الصحيحة، ونعمل به والعمل الصحيح، ونعلم للناس عشان البركة تعم. ده كده القرآن الكريم. أما الليلة الصوفية ما قاعدين يشتغلوا بالكلام ده، تلقاهم بيعملوا القرآن الكريم في محايات، وتلقاهم بيعملوا القرآن الكريم في بخرات، وتلقاهم بيعملوا القرآن الكريم حجبات. الكلام ده كله باطل. هل ربنا في القرآن الكريم قال أعملوا القرآن الكريم ده؟ هل قال أعملوا حجبات؟ ربنا ما قال. ربنا قال أدبروا القرآن الكريم ده، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحجبات اللي بيعلقوها الصوفية دي من الشرك اللي بيطلع الزول برا الإسلام. الدليل شنو؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى، في بعض الرقى شركية، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الحجبات عندنا هنا في السودان بيسموها حجبات، لكن في الشريعة الإسلامية اسمها تميمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي من الشرك. ليش يا أخواننا من الشرك؟ لأنه فيها توكل على غير الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لك أتوكل على القرآن، هو القرآن ذاته جاء عشان يربطك انت كمسلم، يربطك به ربنا سبحانه وتعالى. فانت لو جلدت لك مصحف كامل، خلي آية واحدة، لو جلدت مصحف بجاي كامل ما بجوز، بل ده من الشرك اللي بيطلعك برا الإسلام. يا أخوانا، اللي بيحفظ هو الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في سورة يوسف: فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. وربنا قال: وإن كل نفس لما عليها حافظ. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ويرسل عليكم حفظة، أي من الملائكة. فالقرآن الكريم يا أخواننا فيه بركة.
اثنان المسجد الحرام في مبارك، والمسجد الأقصى فيه بركة، والمسجد النبوي أيضا فيه بركة. المسجد الحرام فيه بركة، الدليل شنو؟ ربنا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ففيه بركة. والمسجد الأقصى أيضا فيه بركة، ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى وين؟ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك المسجد النبوي أيضا فيه بركة. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا، يعني المسجد النبوي، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فدي مواطن فيها بركة. 3 موت المطر، دي فيها بركة. ربنا قال في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. المطر دي فيها بركة، فما في أي زول بنزل المطر مع ربنا سبحانه وتعالى، ما في. الصوفية بيعتقدوا إنه الشيوخ بينزلوا المطر مع ربنا سبحانه وتعالى. واحد دكتور جايبينه في مقطع قال نحن هنا في السودان بنمشي للمشايخ، قال بندفع البياض، قال حواشتين سوا بينات انترس، ده دفع البياض نزلت له، والبيجاي ما دفع البياض قال ما نزلت له، قال إلين فيك وهابي، إلين فيك وهابي، يقول لك ما تسأل الله، قال وهابي تسأل الله والله ما بديك مطر. أكفر بالله سبحانه وتعالى، وده تقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. شوف البنزل المطر دي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال في سورة الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا أي قطعا عظيما من السحاب. ربنا قال فترى الودق أي قطرات المطر، فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي قنطين. ربنا قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إن الله على كل شيء قدير. وربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، البنزل المطر هو ربنا سبحانه وتعالى. شوف والله الحلقات الشغالة في البلد دي كلها ما تستفيد منها إلا الحلقات بتحت السلفين فاعلمية، بيقول لك الله قال والرسول قال، لكن شوف بس الحلقة البجاية دي لا فيها الله قال ولا فيها قال ولا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال، بل اجي يشغل لك مديح بس، مين ما يجي يشغل مايكاته بس حلقة بتاع الضرار يشغل المديح وذاته كلام ما بيعرف يتكلم، كلام ساكت، دارجية سودانية ساكت ما بيعرف يتكلم. فالحلقات بتحت السلفين انت بتستفيد منها وبتطلع منها بمعلومة. فموية المطر يا اخواننا فيها بركة. 4 موية زمزم فيها بركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. 5 ليلة القدر فيها بركة. 6 السحور فيه بركة. 7 البركة في الأشخاص يا أخوان، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم فيهم بركة، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي من فصل عنه صلى الله عليه وسلم، في عرقه وفي شعره وفي دمه وفي نخامته وفي تفاله وفي بصاغه صلى الله عليه
وسلم، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيهم بركة. فده أخوانا الكلام اللي بيتعلق بالنوع الأول من أنواع البركة، اللي هي البركة المعلومة بالشرع، يعني التي دل عليها الدليل من القرآن والسنة. النوع الثاني والثالث إن شاء الله بنتكلم عنه في حلقة ثانية، بس أنا عندي كلام بسيط في الموضوع المتعلق بشباب توب في رسالتين. الرسالة الأولى بنوجهها للشاب المسلم السوداني وغير السوداني، بنقول لهم الناس دي الناس جعفر عبد الكريم والبت المطلوقة الثانية دي والشفات المعاهم ديل، ديل من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والله صح. وربنا قال عنهم، ربنا قال عن النوعية دي ذاتها وغيرهم، ربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ديل دعاة إلى السفور وإلى التبرج وإلى الرذيلة وإلى التفحش، ديل دعاة إلى العلمانية فص الدين عن الدولة، ودعاة إلى الإلحاد، ودعاة إلى الشيوعية، ودعاة على الاعتراض على الدين. دارين انك انت تتجرأ وتطلع من المبادئ والقيم بتاعتك انت اللي انت تربيت عليها كمسلم. انت كمسلم مما قمت لو قالوك الله قال والرسول قال بتسمع بتطيح طوال، اما ديل ديل يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، فحرام عليك انت كمسلم تسمع لهم، حرام ولا دعي لهم ذات. الدليل شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله بيسالك بعدين عن السمع بتاعك وبيسالك عن البصر، فدي الرساله الاولى. الرساله الثانيه بنوجهها لهم هم ذاتهم، لا شباب تقدر ذاتهم، بنقول لهم ابشروا بالذي يسوؤكم، ان شاء الله سبحانه وتعالى تحاربوا في اي مكان، في مواقع التواصل الاجتماعي، في الجامعات، في الحلقات، في المساجد، في اي محل باذن الله سبحانه وتعالى، لانه ده من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد بالكلمه مش باليد، الجهاد حق اليد ده خاص بالحاكم، ده ما حقنا نحن. ويا اخواننا نحن لما نتكلم في المواضيع دي او السلفيين لما نطرحوا المواضيع دي في الساحه، الصوفيه بيفرحوا ويقول لك الجماعه دي الايام دي خلونا وكده، ما بنخليك والله اصلا ما نخليك، شفتها؟ باذن الله سبحانه وتعالى ما بنخليك ابدا الا تخلي حاجات، خليت الشرك هاي بنخليك، خليت الطواف بالقباب والاضرحه هاي بنخليك، خليت لبس الحجبات والتمائم بنخليك، خليت الغلو في الاولياء والصالحين بنخليك، ما خليت الكلام ده بننتهي من الجماعه ديل وبنقبل عليك انت اصلا ما بنخليك. والزول ده باذن الله سبحانه وتعالى السلفيين يردموه بس بايات واحاديث. هذا وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.